البداية تصاوبت ب 24/2/2018، تصاوبت الساعة 1:15 الظهريات، إجاني صاروخ. طبعا تصاوبت بحرستها بوحدة المياه على الاستيراد العام، إجاني صاروخ على الغرفة اللي يعني كنت موجود فيها، تصاوبت، إجاني بتر بإجري وقطعت عندي هون، تكسرت عظام، تفتت عظام كامل، ورجلي من تحت، بطة الرجل كمان كسرين برجلي من تحت. طبعا الإصابة كانت بالنسبة لي، ما بالبداية ما تحملت هذا الموضوع، بس بعدين قوة الإرادة اللي كانت موجودة، الإرادة طبعا أخذتها من بالبداية بي وأمي وأخوتي، بس الأساس اللي هو عائلتي وطبعا زوجتي وبناتي وابني، هن اللي قووني على الحياة، هن اللي خلوني قوم امشي وقوم شوف شو في برا بالحياة. الحياة ما وقفت عند الإصابة، ونحن كرمال تراب هالبلد منقدم لسه أكثر. حكايا الأبطال في سوريا كثيرة، ولكل بطل رحلة مع الحق ودرب شهادة أو حياة وانتصار. الجيش العربي السوري هو أرضي وعرضي وشرفي وكرامتي، هو الوطن، هو تراب سوريا، هو دم كل شهيد نزل بهذا بهذه الأرض ونبع مكانها ورد وياسمين، بينبع منها الريحان ليضوي على سوريا بشهدائها وبجرحاها. نحن اليوم ماشيين ورا ظل كل جريح أو كل عسكري عم يقاتل على الجبهة، عم يحمي هاي الأرض، عم يحمينا، عم يحمي أولادنا بمحبتنا بأهليتنا لبعضنا. الله يحميهم وينصرهم. الشهيد الحي رأفت الشعراني أحد أبطال الجيش العربي السوري، أصيب أثناء تأديته لواجبه الوطني ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة في حرستا بدمشق. رسالتي كجريح بقولهم كل عام وانتم بخير أول شيء، وكل شاب شريف دافع عن أرض هاي الوطن، كانوا بدير الزور، كانوا بالقامشلي، كانوا بحلب، كانوا بإدلب، الله محييهم ويحميهم ويرجعوا لأهلهم سالمين غانمين. رسالتي كل مودي ومحبي لأهلهم. رسالتي النور بحافظهم وربنا حافظهم. هذا التراب غالي على الكل، مو بس عليهم وعلينا، هذا التراب غالي على كل صغير وكبير. رغم الإصابة فدرب الحياة لم ينتهي، ويبقى الأمل زوادة هذا البطل الذي يحمل الوطن في قلبه. بعيد الجيش العربي السوري وقل له كلام وانت بقلب خير، والله يحميك. بعيد سيد الوطن، كل عام وانت بقلب خير، انت سيدة الياسمين. وبعيد جيشنا الغالي، بعيد ضباط وصف ضباط أفراد الجيش العربي السوري اللي حامل الأرض والعرض، حامي سوريا. فسوريا تستحق التضحيات وستعود بلد الأمن والأمان بفضل تضحيات أبطالها.